بفضل قطع لحظات بس هي بتقلع. هو في اخرى مع بيرفيوم جاست ايرن بس اللي عجبك تمام ان شاء الله. تمام. بصي هو بعيدا عن الرغي اي دونت لايك سكيز مي ده هيدي من مكاني هي عارفه السكه. انا بعت اللوكيشن اقسم بالله هي جايه لوحدها حاجه زي على طريقها اكيد دي افضل بيرفيوم مع سيرتك على هدوم بس تثبت فيه. الحجم ده 40 ملي افريج بي النهارده في اي محل اباوت 65 70 اي محل. الاوفر بتاعنا في جمله الجمله اي اثنين بس بسعر واحد 70 في عرض تقسيم اسعار اي 3 مية. يعني لو على الموبايل سيادتك حسبتيها بتلاقي الازازه اباوت 33 35. الثبات ده اللي اقدر افيد بيه سيادتك بعيدا عن البيع والشراء. But it's a first. Which one did you prefer more؟ استاذنك ليدي الثانيه. دي حاجه شويه فلوري اللي هي لو سيادتك بالنهار يعني محتاج انك تحركي الكلام من الاخر دي فلوري لطيفه جدا بالنهار. اللابتوب نظرك اكتر كبير في دي ولا دي علشان اقدر افهمها؟ بعدي اغلب الظلم دي كده كده اوريدي هتعجب سيادتك خليها دلوقتي ماشي. في حاجه بقى دي زي دي دايما بقول عنها عجبتك او لا هي جدا كويسه استاذنك يجيلك من هنا. دي حاجه بقى شرقي من العربيه للعود اسمها صوت سيب ليسي دي جدا هايله دي ما ينفعش ان احنا نقول عليها غير حلوه. دي يعني بالظبط اقول لك زي ايه عارفه الموبايلات؟ ينفع تقارني الايفون بالاندرويد؟ لا اصلا ما فيش وجه مقارنه. دي الايفون بتاعت البرفيوم حاجه مش بتثبت دي جدا بتلزم. انا اسالك عليه شوفي بس حريمي مجالي ولا حريمي بس؟ حريمي بس ما يستاهلوش حق الله. اخر حاجه ممكن اوريها لسيادتك دي لحظه يا فندم ان ضحكتك جارحه انا تنمر عليا براحتي انت لا جملتي ميد نايت نفس اللاين بتاعت اسكادامان. دي حلوه في اوريدي مع سيادتك ثلاثة العرض بتاعنا ممكن اي اثنين معاكي بس بسعر واحد 70 في عرض 300 يعني بوفر لسيادتك في العرض من 70 ل 95 عن بره الثبات يوم كامل. طب وانا اعرف بقى منين هي بتثبت ولا انت بتحور يا نجم؟ ده اللي اقدر افيدك بيه بعيدا عن البيع والشراء. خلينا نقول ان دول كويسين وان اللي في الشنطه مضروب فنجيب من المضروب. ماشي اوكي. اصلا من غير ما ابص انا بطلع ايه هستاذن سيادتك اي ازازه تعجبك اي واحده. دي تمام استاذنك. خلينا متفقين ان البرفيوم اوريدي ثلاث حاجات كل زيت وسمنه. لو هي براند ب 10000 تركيبه ب 40 50 جنيه هي هي الثلاث حاجات صح؟ اتفضلي اتفضلي. لا معايا. وبناء عليه اللي فاهم سيادتك البرفيوم تمام ولا حاجه بسيطه جدا نعملها كده كده احنا عملنا ايه؟ ولعنا زيت غيرنا الكحول. ايه اللي فوق؟ الزيت. استاذنك مش هلسعك اكيد ماشي اوكي. ده معاكي من الرشه واصله ماشي دي بقى 40 مللي شوفي انت فيها كام رشه. يا سلام بقى لو معاكي شويه ميه كمان عايز غسله من قلبك عرفتي تطيريها سيادتك. التليفون الكشكول والشنطه كل حد على حسابي ثلاثه ما عرفتيش تعرفي ان هي تمام وبس بسعر واحد. ممكن اسالك سؤال عشان لفت نظري؟ عفاك بلدي ليه عامل كل نوع عشان انا اعرفهم من بعض وفي نفس الوقت علشان لما سيادتك بتحب تشتري تاني ما بتلاقيش غير عندي انا. انا اوريدي بسيب لسيادتك التليفون ليه ما بيعجبك اي حاجه؟ انا عايزه الخضراء عايزه الزرقاء كده يعني الالوان دي علشان نحدد بيها احنا عايزين ايه وفي نفس الوقت علشان انا كمان اعرفهم من بعض لان صعب ان انا اشم 20 نوع قدام العميل. حلوه بس على فكره ملهاش اي علاقه يعني معلش استاذن سيادتك معاكي منديل معايا ده لونه اخضر ملوش اي علاقه على الله. لا ما هو اخضر اهو فين اهو ده اخضر ايوه يعني عليكي زي المودين ده اخضر. طب والله عامل لون طيب تمام ده بينك اهو اهو. لا ده شفاف قشطه. طيب ده ازرق اهو غير كده وكده سيادتك لو جايبين براند بتاع بلاده ورشناه غلط من قريب هيبقع ما هو ده زيت حضرتك. ماشي حلو قوي. ودول معاكي بس بسعر واحد الثلاثه دول دي الوصال اللي هي الاخيره اللي عجبتك اللي هنا. ماشي سكادامنت اول حاجه خالص شفناها ميد نايت وبس بسعر واحد. ماشي اوكي. ممكن اسالك على حاجه بتلونهم بايه؟ نعم بتلونهم بايه؟ هو ده شغلي بس دي حاجه اسمها اكاسيد يعني اي دونت ثينك ان انت هتعرفيها بس ماشي يعني هي حاجه مخصصه للبرفيوم بالظبط كده. اوكي حلو قوي تحت امرك. متابعينا الكرام متابعين موقع بصراحه الاخباري اهلا وسهلا بحضراتكم معاكم النهارده من محافظه بورسعيد و يعني خلينا نقول ان الباسله دايما
بتستقبل كل الناس اللي بتجيها من كل حته في الدنيا. واحمد النهارده احمد اسكندراني منور بورسعيد منور اهلها وناسها واسلوبه بيشد اي حد. احنا ما صدقنا ان احنا شفناه عشان نجيبه ونتكلم معاه ونعرف عنه اكتر. احمد اهلا بيك ونورتنا على الموقع بصراحه. اهلا بيك. عرفنا بنفسك. انا اسمي احمد سعيد بابا من اسكندريه عايش في العجمي ويعني قاعد هنا قاعد في بورسعيد استقريت. تمام. لا انت منورها يا احمد والله. الله يخليك. خريج ايه بقى يا احمد؟ بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره. اه. طب اشمعنى البرفانات بالذات اللي انت شغال فيها؟ لا والله دي قصه طويله جدا بس هي يعني مفادها ان هنا يعني كل واحد مننا بيبقى له شغف في حاجه ممكن بيلاقي شغفه دي باي كوينسنس بالصدفه يعني هي جت كده. بس. يعني حاجه ما كنتش انت مرتب لها بس حبيتها و خالص. يعني انا كنت شغال اصلا في السياحه ايام الكليه كنت شغال في السياحه. أوه. في الغردقه فحصلت ازمه وبتاع والشغل وقف مش احسن حاجه فرجع اشتغلت في قهوه بلدي ما انساهاش قعدت فيها 15 يوم. أوه. لقيت ان في فرق في الثقافات غريب جدا يعني انت كنت بتتعامل مع مستر فلان بتاع وغردقه وسياح وكده فالناس متحضره جيت لقيت نفسي نزلت نازله غريبه جدا فما عرفتش اعمل ما جاتش معايا خالص اتصلت بحد صاحبي الله يمسيه بكل خير بقى فقلت له انا الدنيا معايا بايظه قال لي بص هشغلك ان شاء الله الدنيا هتكرم معايا قلت له تمام وكان النصيب اشتغلت واهو لحد دلوقتي مكمل الحمد لله ربنا يرزقك يا رب ويوسع عليك. قول لي اكيد الطريقه والاسلوب بيفرق مع الناس اكيد. يعني انت لما انت الوقت شفناك عملي وانت بتبيع للناس يعني رد فعل الناس بيكون عامل ازاي؟ والله الناس بقى بتعجب وتنبهر وتشتري على حسب. حد بيضايقك؟ بتضايقني انا كاحمد؟ لا الحمد لله وشكرا. ده حد بيضايقك انت؟ ايوه ما انا قصدي على اللي هو ممكن يعني في حد رد فعله بيضايقني فهي دي يعني ايا كان لازم تمتص العميل هو انا رايح لحد هو يعني دي قاعده رئيسيه في المبيعات ان انت رايح لحد هو مش عارف هو انت عايزك في ايه فهو بناء عليه انت مضطر ان انت تستحمله وبعدين في برضه حاجه مع الخبره والشغل وكده بقت ايه بتتحس في عميل انت عارف ان انت لو دخلت له هو دلوقتي مش في افضل حالاته حاجه بالظبط كاني بقول لك وصف لي طعم الشوكولاته ما ينفعش تتوصف هي بتديها فهو في عميل ممكن انت ايه من قبل ما بتدخل عليه وتقول له سلام عليكم وانت عارف ان ده لا ده دلوقتي مش في افضل حاله ليه فعم سوري جدا وبتسيبه وبتمشي في عميل تاني لا يعني تقدر تاخد وتدي معاه هي بتبقى على حسب العميل نفسه على حسب اللي قدامك واكيد يعني برضو كل واحد وبيبان له اللي هو الطريقه اللي انت هتقدر تتعامل معاه بيها الحاجات برضو الواحد بيكسبها كخبره في الشغل اكيد طول ما انت ماشي طول ما انت بتتعلم طول ما انت بتكتسب خبرات طبعا تعامل البورسعيديه معاك عامل ازاي بقى؟ حق الله احسن من سامحتهم بامانه مش عشان قاعد هنا الله اكبر الله اعظم ناس تقدم لله على حق والكلام لا حقيقي هنا ناس سيفلايزيشن عندهم تحضر في 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 رقي في التفكير شويتين كتير عن حتت ياما جدا عشت فيها هنا في مصر يعني انا قعدت مفيش حته في مصر غير وقعدت فيها فلا البورسعيديه لا ناس جدا متحضره خليني اقول المصطلح بتاعكم ناس طيبون يعني انا ابتديت اخد من عندكم شويه حاجات فلا هنا الناس جدا لا حقيقي محترمه قليل لما لقيت نماذج هنا اللي هي ممكن تضايقك او تقفلك باي ذا واي حصلت معايا موقف هنا حقيقي مش قادر انساه كنت شغال في مره من المرات حتى الله اعلم بقى كانت ظروفي ماشيه ازاي بس انا داخل اللي هو ام سوري جدا للمقاطعه اتكلم معاه والله بمنتهى الادب فلقيته اللي هو اتكلم معاه بطريقه فظه فطب على فكره انا ما مش داخل يعني مش داخل بقتحم خصوصيتك في حاجه بل بالعكس انا داخل اعمل معاك الصح انت لو حتى مش بتشتري مني انا بشممك برفان كويس هو اتكلم معايا باسلوب مش لائق حق الله الناس كلها وقفت وعزاته والرضوان بتاعه اللي هو طب تعالى طب اقعد طب اشرب مش عارف ايه حقيقي حقيقي جدا الناس محترمه يعني سبحان الله واحد شاذ عن القاعده فالناس كلها دي حقيقه دي حقيقه ردت لك حق دي حقيقه وزياده والله فعلا في ناس اقسم بالله في ناس قالت لي احنا هننزل نضربه يا عم خلاص انا مسامح يا عم خلاص مفيش مشكله بس هو ده يعني من المواقف اللي قوي فاكرها هنا ولا ما اتكررتش يعني انا عايش هنا بقالي افريج سنه ونص او سنتين
في على مدار سنتين كل يوم بالحمد لله والشكر لله بتشتغل تقابل انسان واحد بس فلا دي جديده. طب ايه الحاجه اللي احمد نفسه فيها وعايزها تتحقق؟ لا دي كتير جدا يعني. زي ايه مثلا؟ نفسك يبقى عندك براند باسمك مثلا؟ ده اكيد باذن واحد احد، اسال الله عز وجل رضاه الاول قبل اي شيء طبعا. بس لا الحلم، اشتغلت فتره في شركه مش قادر انسى السلوجان بتاعها، كان بيقول سكايز اور ليميت، فانت حلمك ايه؟ انا ماليش سقف في حلمي. جدع برافو عليك. لما توصل لخطوه توصل لخطوه اعلى منها لازم لازم باذن الله. عايشين ليه غير عشان اكيد طبعا. طيب انت يعني يعتبر بتشتغل بعيد عن والدتك؟ اكيد. خلينا نقول لو هتشوف احمد دلوقتي او اكيد ان شاء الله مع الوقت تتفرج، هتقول لها ايه بقى؟ لا غريب السؤال شويه، بس اللي هو مش عارف بصراحه. اتمنى ان هي تبقى فخوره بيا، فخوره بيا. اتمنى ان هي تبقى شايفاني ان هي عرفت تربي الحمد لله والشكر لله ان ابنها مشرف. واحنا شايفين قدامنا انسان جدع عارف يتعامل محبب الناس فيه، ويا رب يديمها عليك نعمه. بشكرك جدا يا احمد، انت نورتنا النهارده على الموقع بصراحه. بشكركم جدا متابعينا من كل مكان، تابعوا الموقع بصراحه الاخباري. النهارده كان معانا احمد اللي قابلناه بالصدفه هنا في احد الاماكن في محافظه بورسعيد، وعجبنا طريقته مع الناس وقلنا لازم تشوفوا احمد وتتعرفوا عليه، واتفاجئنا ان هو بيعرف يتكلم انجليزي كويس جدا وبيتكلم فرنساوي، وكمان خريج كليه تجاره من اهل محافظه اسكندريه اللي كل حد بينزل بورسعيد بيكون منورها وبيصبح من اهلها حتى لو هيقعد يوم واحد. وبشكر حضراتكم.